السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرزوقي يا مرزوقي، محمد نصف مرزوقي رئيس الجمهورية التونسية ب7000 صوت. 7000 صوت ولا رئيس جمهورية؟ زكيتو النهضة، والله أعلم شكوني الجهات الخارجية اللي حبت المرزوقي يكون رئيس الجمهورية بعد ثورة 17 ديسمبر 2010، ولا نص ثورة ولا انتفاضة. المهم ثم نظام اقتلع قائده، نظام ديكتاتوري، نظام ديكتاتوري. سي مصف المرزوقي يحب يرجع لنا، يحب يرجع يستنسخه منا، يتظاهر بالديمقراطية ولكنه بنشر الكتاب الأسود. الكتاب الأسود جاء بعد عامين واش من الحكم، يعني نحن عندنا رئيس جمهورية المهمة متاعو تقف حد إنجاز كتاب لفضح الصحفيين وشخصيات أخرى، شخصيات أخرى وطنية. مرزوقي رانا نعرفو نحنا الإعلام الكل كان منبطح بن علي، ونعرفو أن معظم النخبة ساندت بن علي وصفقت لبن علي ولولاها لما طغى بن علي. وكنا نأمل بعد الثورة أن نغير الوضع، لأن تقوم أنت يا حقوق الإنسان ويا مثقف ويا طبيب باش تستنسخ المنظومة الديكتاتورية من جديد. نعم، هدفك من إصدار الكتاب الأسود، ويكون لي علمك اللي الشيء اللي أنت حاطه في الكتاب متاعك بعد الثورة أنا وصلتني قائمة وامتنعت عن نشري على الفيسبوك لأنها ليست مرجولية. سبحان الله، برشا ناس تحت الضغط أو الله أعلم كيفاش باعوا، واللي تصدمت فيهم أنا مش معقول باش نفضحوهم أمام العموم. أنت معمل على العموم باش تكسبوا لصالحك. أنا أقول لك قبل أدائك الفاشل كرئيس جمهورية جبت 7000 صوت كمش النهضة ما تطلعش، وقلت لك فما جهات أخرى خارجية اللي زكيتك. كيفاش تحب بعد الأداء متاعك الصفر ولم تترك ولا بصمة في تونس، يمكن نقوله من هنا مرة المرزوقي إلى الكتاب الأسود والمحاضرات اللي من محفل محفل دولي وانتي معناها تقدم فيها في العلوم السياسية كأنك أستاذ محاضر. كارتاج يا رئيس، يا سيد الرئيس، ما هيش كلية حقوق وعلوم سياسية وليست بن علي دكتاتورا ولكنه كان رجل دولة، وأنت لا يمكنك أن ترقى لمستوى بن علي. نعرف اللي الكلام هذا بشاش جرحك، لكن هذه الحقيقة اللي ما يقولها لكش البندارة متاعك متاع اليوم اللي هما دايرين بيك في القصر الرئاسي، ولكل عهد البندارة متاعو ولكل عهد المنبطحين متاعو أقولها أنا توا. بالله قداش قعدت تخمم باش تخرج هالكتاب متاعك الأسود هذايا الأظلم اللي تحب تونس تقعد في سواد وديكتاتورية، قاش قعدت تخمم فيه؟ هذا إنجازك الوحيد اللي قدمته للشعب التونسي؟ الشعب التونسي ينتظر منك يعني أنك تفرج كربته. نحن في إطار حوار اللي هو قريب الشيء أنه عن فشل، يعني ما مش بعيد نعطي اثنين يقولوا فشل الحوار وانت ساهمت في افشاله، لان في الرباع راعي الحوار كلها كانت بندر البن علي، والساسه الموجودين فيها شق كبير، والشعب التونسي معظمه كان خايف من بن علي، وانت كنت هارب في فرنسا، فرنسا وعامل فيها من فرنسا انت قاعده ما معناها تناضل. ليه قعدت في تونس ونضلت؟ كان نجمت روحك. عيب، عيب يعني في المستوى متاعك الثقافي تنزل الى مستوى متاع واحد جاهل، متاع واحد من
ديلو ما هو علاش ما خرجش ديلو ما هو عنده وزارة من أجل ذلك موجودة من أجل ذلك من بين مهامها أن هي تعرف الشعب بالناس اللي علاش أنت طلعت هكا البطل ماكش بطل راه بداية زدت خسرت روحك وريت روحك أن المستوى بتاعك مش مستوى رئيس جمهورية. يعني انت الصحفيين اللي ما حبوش يبندرولك واللي هما معنا فرحوا بالثورة يعني انتفتلهم ريشهم يعني عريتهم عميل الغراب الغراب يا مرزوقي اعمالك متاع غراب الغراب اش يعمل وقت اللي فما يعني المعتدي من الغربان يعملوا له محاكمه ويجيونا تفلوا ريشه انت عملتها كين انت كالغراب ثم انت كالغراب انا الغراب علم بني ادم كيف يواري سوءة اخيه كيف يدفن معناها اول جريمه على الارض بين قابيل وهابيل الميت ما يعرفش كيفاش باش يدفنوه جي الغراب وعلم الانسان كيف يدفن الميت وانت تحب تدفن الديمقراطية وتحب تقعد في الكرسي تواصل وتتعدى ديريكت للانتخابات باش تضمن بقائك في الحكم هذاك علاش انت قاعدة تلوج وتحربت كدجاجة بعظمتها ايش باش تعمل باش تنجم يعني تكسب ثقة الشعب من جديد الشعب عارفك ليس لك اي شيء من رئاسة الجمهورية حتى شيء لا من بعيد ولا من قريب وانت تعرف اللي في رئاسة الجمهورية عندك الجماعة متاع بن علي وكانوا يخدموا مع بن علي علاش هذوكم قابلهم انت في القصر الرئاسي قول القائد كان جيت انت انسان نزيه كيف انت خرجت الكتاب الاسود سود الله افكارك اللي هي مسودة من اصلها اش بيك تقابل في القروي هاكا عملك حزب مسيش يعملوا حزب السيطرة هيك تقابل في مرجين ما هو زادة من المنظومة القديمة متاع بن علي يعني انت جيت صانعين جيت لصانعين التبندير واللي ركعوا الصحفيين وذوكم مرحبا بيهم وعسلمة بيهم في الساحة السياسية اما المصنوع والجهة الضعيفة الاعلام اللي ياكل في خبزة واللي يجري من بقعة لبقعة ربي يعني بحاله باش يجيب الحقيقة للشعب هذاك انت حبيت تمرمدو انا نقول لك ماكش باش تمرمدو لان كنا نعرفو شي هذا نعرفو اللي جميعهم الا اللي كانوا هما معارضة معناها ما كانوش منبطحين بن علي وتوا منبطحين للنهضة وتوا يبندروا للنهضة وصالح عطية اللي قدم في الكتاب ولا كتبه هو الله اعلم حررهولك سود الله وجهه يا اخي صالح عطية مش كان يبندر ليلى بن علي ويسوق على اساس وان ليلى بن علي ام صالحه وزوجه صالحه ومربيه لاطفالها معناها قدوه ومدرسه ويا مكتوب على ليلى بن علي هذاك يقدم في الكتاب وهذاك يخرج سوا ديزون في الخمش نتاع الصحفيين والخمش نتاع شخصيات وطنيه ما لقيتش حي داخل غير هذاك في المتوسط معبيه بالتجمعين واعرف منهم الكثير ولكن كاوش يعمل ولا غالب جاي عاد 23 سنة الناس تحب تجوع مشيهم مسكنات باعوا رواحهم ظلمتهم بندر بن علي كيما توا عندنا جماعة تبندل النهضة وتبندل لك لكنتي وتبندل بن جعفر يا مدام تونس معظمها هكايا ناس على خاطر الفرنك تهبط تسكك وعلى خاطر مصالحها تهبط تسكك اسكت تفضح شعبك زايد راه كلها نفس المنظومة راه اما على الاقل نحبوا نغيروا نحبوا ترجع كرامة الناس نحبوا نبنيوا الديمقراطية ورسول صلى الله عليه وسلم يلي ما تعرش يلي فقدت عقلك كي تخلو هو منتصر الى مكة قال للناس اللي عذبته واللي شردته واللي هجرته من بلاده رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء هذه مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم في الأخير فما شكون كتب لي تعليق وقال لي أنت ما كنت بندرة للنهضة عمري ما كنت بندرة للنهضة وكان سهل ياسر باش ندخل نمشي للنهضويين أنا ونقفلهم كما تقفوا أنتوما جميل لافي أنا وقت اللي دفعت عن النهضة دفعت عن قناعة
ولما تخليت عن النهضة تخليت عن قناعة، لأن أدائها كان غير مشرف، مش كما كنا ننتظره. ويوم تظلم النهضة سأقف مع النار، وكل مظلوم أقف معه، واللي مش عاجبه يشرب ماء البحر متاع المتوسط. مش كيفكم انتوما يعني ناس عن ذو الناس، النوع هذي متاع الناس كما يخمم كما المرزوقي. ماكش معايا ضدي مع عدوية، دونك انتي عدوية وناس ما فهمتوا حتى شيء من الحرية وحتى شيء من الديمقراطية، ومكثركم عربين مش عرب، عربين تحبوا كان الفوضى وتحبوا العصبية والجهوية. وإذا تقعد معايا غلط وإلا مشني غلط، لا يا بابا أنا راهو يحتكرني حد ويحطني حتى حد في حتى حكة، أنا إنسان خاف ربي وسأبقى أنتصر للحق وأدفع الظلم ولن يركعني أحد. ويا سيد رئيس الجمهورية، أنا في برنامج الوطنية قناة في شو اسمها على الإذاعة الوطنية واحد برنامج فيس كلوف، قلت كلمة في حقك، قالوا لي كيفاش تقول مهبول؟ مهبول قلت له ملا غالب ما عندوش الراجل ما يعرفش يعمل، وكتاب بونت ديفين خرج لك يعني عيوبك بدون يعني ما يقعد يخل راهو اللي يقرا يعاود زيد يقرا، لان حقائق ومازالش تكتب عليك انت مازالش تكتب عليه، لان تصرفاتك ماهيش تاع رئيس الجمهوريه. مين جيب شكون كيك رئيس الجمهوريه؟ زيد وبرا سميك بونت ديفين، سميوك زوكي، نسميك انا الغراب، لانك تريد ان تدفن الديمقراطيه في تونس وانت تتشدق بها، ولانك تعري المستور. وربي يسترنا الدنيا واخر. اوكي عندك عليه حويجه خرجها مقصر كارتاج. اوكي يا سلام سيد الرئيس.